احنا معانا حالة علي زي ما عزيمه وعدناكو ان احنا بعد احنا وريناكو الحالة بعد 4 أو 5 جلسات في الفيديو الاولاني، وعدناكو ان احنا هنعيد التقييم بعد ما نخلص ال3 أسابيع بتوعنا ال18 جلسة الاولانيين، وكنا عند وعدنا ليكو. طبعا علي اتحسن في حاجات كتيرة قوي، لسه باباه بيقول قولنا يا حاج انت كنت بتقولي ايه دلوقتي؟ بالنسبة للشرب كان يشرب، عايزين نقول لهم الأول هو عنده ضمور في المخيخ اللي هو مرض الأتاكسيا اللي هو بيأثر على التوافق العصبي العضلي، بيأثر على الاتزان، بيأثر على التون بتاع العضلات. خلاص؟ كان بيشرب على شقة دلوقتي بيشرب كويس، يعني كان بيشرب على ناحية واحدة بقى بيقدر يظبط الإزازة في النص. وكنت بتقولي ليه على المعلقة؟ وبالنسبة للمعلقة برضو كان يعني كان يمسكها بيده كده كانت تترعش، دلوقتي كويس بوديها على بقه كويس. تمام، احنا هنوريكوا بقى ده بالاختبارات بتاعتنا احنا، يعني احنا خدنا الكلام منه بس هنوريكوا ده باختباراتنا احنا. طبعا كان عندنا حاجة اسمها كاينيتك تريمو اللي هي حرك معايا، كل ما يجي يحرك كان ايده الرعشة جامدة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، مفيش رعشة اصلا. الناحية التانية هتثبت عينيك على ايدي. طبعا احنا في الاول كان عندنا حاجة اسمها نودنج اوف هيد، انا بشرح لكم معلش بقول لكم بالعربي اهو، نودنج يعني الحركة دي الحمد لله اثبت واحسن، كانت اكتر من كده بكتير، بقت احسن بعد 18 جلسه. هنعمل ايدينا على مناخيرنا من بعيد. طبعا ده يفسر اللي الحاج قاله بقى بطريقته، بقى بيعرف يحط المعلقه ايده مش بتترعش وبيعمل معلقه، التوافق العصبي العضلي اتحسن. الايد الثانيه ايد قصاد ايد. احنا طبعا كان بدا عندنا مفيش استابيليتي في الجذع بتاعه، ما كناش بنقدر نقف يعني، هو قاعد ان هو يعرف يقف لوحده. دلوقتي ما شاء الله قادر رجلك جوه، انت عاملها يعني بص بياخد الاوردر بينفذه كويس جدا جدا ما شاء الله، زي ما حاولنا نقوم لوحدنا هتحاول تقوم لوحدك. طبعا ده الجزء بتاعه بدأنا يبقى فيه تحكم، قام وقعد لوحده، ده بيبقى صعب. طبعا هما عندهم صعوبة في المشي زي ما قلنا، بيمشوا درونكي جيت يا اما بيتطوحوا يا اما بيبقى بيمشي زي الزجزاج، برضو دي اتحسنت جدا. عايزة اوريكم شكل مشيت، ممكن نمشي عادي وانت سند يعني نمشي. هو لف المشاية وعزل نفسه، حلو ايه عليه، الله اكبر عليك ما شاء الله. دي حالة ضمور المخيخ او مرض التعسية يا جماعة، شايفين يا جماعة ولا في تطويحة ولا في اي حاجة بعد ال3 أسابيع الاولانيين. احنا لسه هنعمل اعادة تاني ان شاء الله، ولسه التحسن يعني احنا مش مكتفيين بكده، لان هو كان جاي في مرحله متاخره، احنا لسه هنعمل يعني توازن تاني غير بقى جهاز السنسا بلس اللي هو جهاز الاتزان اللي جاي من الاتحاد الاوروبي. برضو احنا خلصنا فيه كل المراحل، فاضله بس يعني كل المراحل بيعرف يجيبها ما عدا مرحلتين، هما دول اللي ناقصين عنده، وكملهم له لسه كمان في الكورس التاني. ده جهاز بيقيس بكمبيوتر نسبه التحسن بالظبط. اثبت ده جهاز بيقيس بالكمبيوتر نسبه التحسن والاتزان بالظبط. طيب تعرف ترجع لورا تاني لحد ما نوصل للكرسي؟ طبعا ده نوع من انواع الاتزان، ان احنا نتحرك لورا ونتحرك لقدام. يلا ارجع لورا، لا لورا لورا برجلك، عايزك تحرك رجلك لورا. تمام، حرك رجلك لقدام. انا بس حبيت اوريكم
الالتزام بتاعنا عامل ازاي، ان احنا بنرجع ورا وقدام. اوكي شدتها خلاص ليه؟ طيب هو عايز يقعد. احنا فاضل اخر اختبار اللي احنا فاكر مع الصديقة ارنبنا في مكتب انور. يلا نعمل رجلينا عكس بعض، رجلينا عكس بعض، عكس بعض، عكس بعض، عكس بعض، عكس بعض. دي حاجة اسمها من نوع من اختبارات البرينك اكسرسايز من التمارين اللي احنا بنعملها علشان تحسن الاتزان والتوافق العصبي العضلي. زي ما احنا شفنا التحسن دي كانت سيربيلر اتاكسيا او ضمور في المخيط، والحمد لله وصلنا للنتيجه اللي انتم شايفينها دي. بشكر، يلا نشكر الناس. باي باي. ندعي العلي.